كلاسيكو الأرض خارج حدود إسبانيا. مر على ذلك 35 عاما حين استقبلت فنزويلا عملاق الليغا. 2017 التقى الكبيران مجددا على مسرح هارد روك بميامي الأمريكية، وعلى غير العادة لم يجد ميسي غريمه الدون كريستيانو فاستعرض مع البقية وعانق الكأس الدولية. بروفة برشلونة والريال التي سبقت كأس السوبر الإسبانية لم تكن ذات دلالات ودية. كان الطابع التنافسي حاضرا منذ صفيرة البداية بعد زج زيدان وفالفيردي بكل النجوم. تفوق البرسا كان واضحا منذ اللحظات الأولى من الشوط الأول أمام ارتباك الملكي. سريعا لعب النجم الأرجنتيني على وتر الأخطاء الدفاعية بالجملة، مغيرا أرقام الكلاسيكو منذ الدقيقة الرابعة. حاول الميرينجي تجاوز الصدمة الأولى واستعادة نفس الكلاسيكو، غير أن الكرواتي إيفان راكيتيتش استغل كما يجب تمريرة نيمار ليوجه سهما ثانيا في شباك كايلور نافاس. استحواذ النادي الكتالوني على الكرة بشكل شبه كامل لم يمنع الريال من إعادة ترتيب أوراقه، ومن أول هجمة لعب كوفاسيتش دور بنزيما وبيل المحاصرين ليسجل هدف تقليص الفارق بحلول الدقيقة 14. وفي الوقت الذي خيم فيه الاندفاع القوي للاعب البلاوغرانا بحثا عن هدف ضاع على غير العادة من قدم نيمار، انقلبت المعطيات حين أدرك أسينسيو التعادل للريال من هجمة مرتدة. في الشوط الثاني منح المدربان فرصة الظهور للصفقات الجديدة، وبعد مرور 5 دقائق صنع المدافع جيرارد بيكي الحدث في مدينة الأحلام عندما وقع هدف برشلونة الثالث وسط غياب الرقابة الدفاعية. بعد خروج ميسي وسواريز تراجعت الخطورة الكتالونية وبدأ إيقاع الريال يتحسن تدريجيا، لكن النتيجة ظلت على حالها حتى النهاية لتعلن تتويج البرسا بلقب يعني الكثير على حساب بطل إسبانيا وأوروبا والعالم قبل انطلاق موسم يبدو أنه كشف القليل من أسراره.